أحسن الله إليكم. بعض الناس يأتي متأخر وقد صلوا العشاء، ويكون الإمام قد بدأ في صلاة التراويح، هل يدخل مع الإمام أم أنه يقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء؟ وما توجيهكم في ذلك في إقامة جماعتين؟ لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل كما في الصحيحين كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف ويصلي بقومه صلاة العشاء، تكون له نافلة، وأما الذين خلفه تكون في حقهم فريضة العشاء. فلا بأس أن الإنسان إذا فاتته العشاء والإمام يصلي القيام يدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام عن ركعتين قام المأموم وأتى بما بقي عليه من الصلاة ثم بعد ذلك يسلم، نعم، إذا انتهى من صلاته، فأقول لا بأس بذلك. وأما فيما يتعلق بإقامة جماعتين طبعا هذا فيه تفصيل، إذا كان الصلاة واحدة فلا شك أن هذا لا يجوز، إذا كانت الصلاة واحدة فلا شك أن هذا لا يجوز، بل على المسلمين أن يجتمعون خلف إمام واحد في المسجد الواحد. وأما إذا كانت الصلاة مختلفة ويعني كهذه المسألة هناك أكثر من شخص فاتتهم صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح والمسجد واسع فصلوا في ركن من أركان المسجد بعيدا عن مكان الإمام ومن خلفه الذين يصلون التراويح وصلوا العشاء، أو صلوا العشاء في فناء المسجد وعندما انتهوا دخلوا إلى المسجد وصلوا مع الإمام، فلا بأس بذلك حتى لا يكون هناك تشويش منهم على المصلين الذين يصلون القيام، حتى لا يشوش أحدهما على الآخر. فإذا كان كما تقدم هناك جماعة أكثر من شخص ما صلوا العشاء والمسجد واسع وفيه مكان يعني بحيث يبتعدون عن الإمام ومن يصلي خلفه وصلوا العشاء ثم دخلوا وأكملوا مع الإمام التراويح فلا بأس بذلك، نعم.